يعطيك العافية. نحن سعيدين بهالشوفة. الله يشافيك، وهالوجه الصبوح هذا اللي يخبط حبيبي، هاي كلها بيوتكم وكلها لكم، واهلا وسهلا بكم ومرحبا. والبصرة تلهي بالصغير والكبير والبعيد والقريب والخليج، حياكم. ولياداتي ولياداتي كل الهيلة تأمرون شي ما خدمتكم. نحن سعيدين بتواجدنا في البصرة، فرحانين بشوفة أهل البصرة، ويوم نشوفك أنت تنادينا من هناك على الرأس. فرحانة بشوفة الخليجيين في البصرة. يما كان مين احنا وانتو مين؟ ماكو فرق وليد، والله ماكو فرق يا يما. شلون ما كيف بيكم؟ اللي يجي نشله ضرع عنا إلي. والله شلون؟ مين احنا؟ غير عرب، غير اسلام، غير اصالة العرب هاي. شلون يا يما؟ انا جيتك من الامارات، نقولكم يا اهل البصرة نحبكم. على راسي. يعطيك العافية. ما يبون ندفع. الحين سيارة نحن نسوقهم ما يبون ندفع. شوف. ما يصير. شوف. تعارك اول هذا بيدفع والثاني بيدفع ما يصير. شوف. مش عارف والله. خلاص ندفع يا اخي، بندفع. ما يبون ندفع. للإمارات محبة خاصة مشاهدينا في قلوب كل العرب. مواطن عراقي وجه رسالة للإماراتي وأهلها، فماذا قال؟ نشاهد هذا المقطع. انتم أهل الدار، انتم أهل الدار، احنا نطلع وانتم تدشون. أهل الإمارات انتم عزاز على قلوبنا، ما انت الله بالله الكريم. وإذا ضيفونا ببغداد مع احتراماتي إلى البصرة، هم أخوتنا احنا، والله نحطكم على الرأس. القاع المشي لكم، راسنا يشيلكم. صراحة أهل البصرة صراحة قايمين بالواجب وزيادة، يعني يبون يستضيفونا في بيوتهم وعلى الـ على الـ يعني موائد الأكل، سواء على الغداء ولا العشاء ولا حتى في أي وقت. نعم. الشيء اللي مسويه قليل بحقكم بالله الكريم. شو نقدم لكم؟ هو قليل بحقكم.